زميله بن حليب. بن حليب يهيئ تسديدة، هدف جميل، هدف جميل للرجاء البيضاوي. هذا هو البناء الذي كنت تحدث عنه، لما تفتقد اللمسة الأخيرة من قلب مهاجم قناص مثل الجبور فهناك لاعب يمكن أن يكون مؤثر في هذه اللمسة الأخيرة. لما يسدد، جرب حظه في التسديد وهدف يمكن أقول. تابعوا الآن بن حليب، بن حليب مرر، لما سدد على بعد 30 متر والبرقدي لم يبارح ولم يغادر مكان في هذه المحاولة. إذا تسديدة كانت جيدة وجميلة تستحق هذا التنويه، تسديدة كانت جيدة وجميلة ويمكن أقول بأنه تسديدة باغتت بشكل كبير. شاكير الآن يهيئ كرة لمحمد كمال للبسغودي. اوي 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 اوي، ابراهيم البسغودي هدف قاتل، هدف حارق، هدف قاتل لا جدال فيه ولا جدال معه. الجيش تعدل، قلت بأنه عزيز تأخر في التغيير ولحسن حظ تمرير محمد كمال. إبراهيم البسغودي بضربة معلم يسجل الهدف، هدف التعادل في وقت يمكن أقول بأنه قاتل بشكل كبير. الرجاء تعادل بطعم الهزيمة، كانت قريبة جدا، كانت قريبة جدا من إدراك الفوز، كانت قريبة جدا من إدراك الفوز في الوقت البدل الضائع.